أكدت لجنة التخطيط في مجلس البصرة أن مبلغ 130 مليار دينار التي وافقت الحكومة الاتحادية على صرفها للمحافظة هي من واردات سابقة للمنافذ الحدودية والموانئ. وقال رئيس اللجنة نشأة المنصور إن الأموال العائدة للمحافظة والمحتجزة لدى الحكومة الاتحادية مستحصلة من واردات المحافظة، مبيناً أن تلك الأموال تشكل واردات روتينية للمحافظة ترسل للحكومة الاتحادية لكنها لم تعد أو تعاود إليها، مضيفاً أن الحكومة المحلية ستحدد أولويات إنفاق ذلك المبلغ لإكمال المشاريع المهمة.